انا كيقول لي ولدي، ملي كنقول له عدل الواح كيقول لك لا ماشي ولدي. ملي عيط له قال له الوالد ديالي تعدل لي، قال له انت ماشي ولدي، هو والد ولد هذاك ولده وهذا ماشي ولده. قالت لي عاوني على التحليلات، لا انا عارفه ولده، هو اللي عنده الشك يدوز دير التحاليل، انا ما عندي غير به ولده يدير مع التحاليل، ها ولده. المحكمه هي حكمه لي كل شيء، ولكن هو عندي محض امتناع، كيمتنع هو من هادشي هذا كامل، والحبس ما تشباش فيه. السلام عليكم، انا اسمي فاطمه الزهراء، كنت مجوجه في 2006 بود خالتي في سلا، وما عرفتش كيفاش وقع لي تزوجت به، ماشي الخطايا كيفاش وقع لي تزوجت به. هبط من والديا جا معايا وداني وتزوجت به، وفي اخر ساعه ملي مشيت لتما بقى كيخبعني على والدي، ولدي كيقلبوا عليا وبالاذن ديال الوالده ديالو. في الاخر بقى كيدوز عليا الدكاكه وكيضربني وكيتكافس عليا. الدار ديالنا ساقوا الخباب، جاو داوني، داوني بحالي. ساعة ملي هبطت كنت هذيك الساعات كنتوهم انا عندي شهرين ونص طالعه في الثالث من شهر. ملي ولدت العايل وباش يعدلوا الورق ما بغاش يعترف به نهائيا. انا عيت ما ندعي، جيت لهنا لطنجه حيت انا ضابه الكغيط فصله، كنجي لطنجه كيتفض لي داك الطلاق على حساب كيقول لك ضابه الكغيط فصله، حيت انا هو داني تمايا ضابه الكغيط تما معاه فصله. في العمر ديالي باقي يلاه غندخل في 18 عام يلاه صيبت لاكار. الوالده ديالو داتني حيت هي الوالده ديالو خالتي، ولكن داتني بانني انا من ساكنه عندها ماشي بنت اختها، غير ساكنه عندها هنا عندها. لا ما عندي لاكارت، كانت عندي لاكارت ديك الساعه، يعني بلاكارت ديالي عيد ديك الشهاده ديال السكنه عدلات لي يماه بانني ساكنه عندها باش ضربوا لي العقد. وملي ضربت العقد وبقيت عايشه معاه كانوا كيتكاسوا عليا، كتجي الوالده كتبغي تشوفني ما كيخليوهاش، فهمتي؟ حتى الاخر انا اصلا شهر وانا معاه، شهر ولا شهرين وانا معاه بلا كاغيط. حتى ناضوا العائله ساقوا الخبر بانني رانا معاه، عاد ضربوا لي الكاغيط همايا. ملي ضربوا لي الكاغيط بقى كيتعداو عليا هو ويما، كان كيضربني وكيبغي يتكافس عليا في رمضان وبزاف د الحاجات. ساعتين ملي جات الوالده ديالي هي وخالي صافي هبط انا ديك ساعتين هبطت، حيت انا كنت ساكنه في الطبقه الثالثه، هبطت لعند الوالدين ديالي حيت حدا دار خالي. صافي داوني بحالي، مشاو المخزن داو الاجراءات ديالهم داوني بحالي والديا. دابا ما بغاش يعترف كاع لا بولدو لا بالكاغيط عندي، واخا عندي معاه الكاغيط ما بغاش يعترف بولدو. عيت انا بغا نجي للمحاكم، عيت تما مفوض قضائي، هما الدار الوراثه ما تبواه، باعوا الدار الوراثه ما بقاوش ساكنين تما، ولاو ساكنين فواحد البلاصه بعيده خارج المدينه، كيقولوا واحد الدوار بنعويش. المهم هي هذيك مع انا يا ولد خالتي كنحاول يعني كتوصلني الاخبار ديال مش من بلاصه وداك الشيء. دابا ملي كنمشي عنده كيقول لك هو لا ماشي، انا كيقول لي ولدي، ملي كنقول له عدل الواق كيقول لك لا ماشي ولدي. واحد خالي كان كيقول لها كيقول ما كيعترفش بولده ما ماشي ولده، خصو يدير التحاليل. مؤخرا هذا العيد هذا الكبير ولده ضباه في النما ديالو، ملي عيط له قال له الوالد ديالي تعدل لي، قال له انت ماشي ولدي. دابا العائل انا عندي في حاله لا يرتال، ما بغاش كاع يعدل، واخا انا حاطاه بالسميه ديالو. عندي واحد الغلط صغير يعني حاطاه في الكتاب الكبير هنا، الحاله المدنيه ديال هنايا في المقاطعه، ولكن عندي واحد الغلط حيت عندي لاكارت ديالو قديمه، ماشي هاد لاكارت اللي فيها العنوان كامل. دابا انا كنقول له المخزن ما خداوليش حقي لا في ولدي الحليب ديالو لا في ليكوش ديالو لا في لاكارت ديالو، ما عنده حتى شي حاجه بحال اللي كتسمى، هو ولد باهم هو بالكاغيط ديالو كلشي، ولكن علاش هويا وعاد هو دعايني بانه عاقل ما كيولدش وتزوج بنت من العائله ديالنا وهو ولد معها ولد. هذاك عدل له الحاله المدنيه والعائل ديالي علاش كيدمر له حياته، عنده 18 بسبب ولدي خرج من داتهم اش باغي تسانكيه هذا العام ما بغاش يكملوا. ولدي خلق في 2007 في شهر 4 في 16، ماشي ما قلبتش، العكس انا عندي هما الوراق كاملين ديال العيد غادي جايه بالمحاكم. كنطلع من السلامه ما يمكنش، انا كنخدم وكنمشي كنسمح في الخدمه وكنطلع، مي كنبقى غادي جايه غادي جايه، ما كاين بلا حتى شي افئده عن مفوض قضائي. كل مره فيما نمشي نصيفط المفوض قضائي ولكن ما كاين حتى شي حاجه من هادشي هذا كامل، ما كاين والو. هادشي باش كنقول انا بنادم ياخذوا لي حقي. بديت محاميه، الجمعيه عاونتني على محاميه وخلصت يعني عطيتها واحد النسبه ماشي بزاف، نسبه قليله، وعدلت الحاله المدنيه. هي اللي طلقتني وديت في المحكمه باش عطاوني نعدل العائل حطوه في ديك الاخر. ما كنتش ديك التكافس وداك الشيء وصافي، والوحام قلت انا الوحام والضاب وداك الشيء فصافي بحال اللي مليت ما مجمعت الحوايج لا والو. خش عيو هيدا طويله ما ديت حتى شي حاجه، كلشي بقى تما. اصلا انا ما واخا شاو لي عائلته شي حاجه اختو عطاتني شي حاجه يعني ماشي شي حوايج عندي، حيت انا اصلا ما ديت حتى حاجه وما شالي حتى حاجه، انا ما قاريش بزاف. المهم 2013 2015 باش طلقت
وديت له محضر ابتناء عندي كل شيء فهمت، ما عطاني حتى حاجه. هذا الشيء اللي كنقول انا ما عطاني ما خديت حتى شي حاجه في حق ولدي. المحكمه هي حاكمه لي كل شيء، ولكن هو عندي محضر ابتناء كيمتنع هو من هذا الشيء هذا كامل، والحبس ما تشباش فيه. هذا الشيء اللي كنقول انا ما خديت حقي ولا حق ولدي. المحاميه غير طلقتني وقالت لي صافي، يعني ديك صافي الحقوق هي كتقول لك خاجل لك، ولكن محضر الامتناع صافي هو امتنع صافي، وقفت ليا ما زادتش كملت معايا. قالت لي هذا يعني عطني الا بغيت نعاود خصك تزيدي لي الفلوس. انا طالبه حق ولدي، انا هذا السيد هذا ولده وحطه بسميته، هو كيطلب التحاليل هو ماشي انا، حيت انا كيقول لي بولدي ليلي، ولكن فعل العائله كامله شوهني وطيح ليا بالكرامه ديال حدا عائلتي كامله. دابا انا مهما جيت لعندكم يعني تضربت فيا الاعظم، كلشي كيتهمني كلشي كيطيح طيح بيا. عياو ما يتدخلوا، عيات الوالده ما تهضر، كيقولوا لا تجبد طواله ما تقصاش. ودابا انا خالتي عاد مشيت لعندها دي دابا سيمانه، قلت لها حشومه عليكم العيل ضماتو وحياته، هو كيهضر معاه كيقول له ماشي ولدي، علاش انا 18 عام كامل نكبه في هذا العيل وكنضرب عليه تما ونقاريه، جيتو في دقيقه الله ضماتو. قالت لي انت اللي ضماتيك وكنت بغيتي كوجدتي. قلت لها علاش نتوما عمركم تفكرتوا عندكم وليد اخر؟ قلت لها انا ما بغيتش نتابع ولدك اصلا، قال لك عاقل وعندي الورق ديال الطبيب، ودابا ولدك هو والد ولد هذاك ولده هذا ماشي ولده. قالت لي عاوني على التحليلات. قلت لها انا عارفه ولده، هو اللي عنده الشك يدوز دير التحاليل، انا ما عندي عين طيه ولده يدير معاه التحاليل، ها ولده. قالت لي سيري دير اللي عجبك، انا طالبه حق ولدي، انا طالبه هاد السيد هذا يعترف بولدو ويعدل ولده، يحط كيما حط الاخر في الحاله المدنيه حتى هذا يحطو في الحاله المدنيه، حتى هذا ولده بزز منه يحطو. وهاد القضيه ديال التحليلات اللي كيقول هو التحليلات يدير التحليلات، يمشي يدي ولده ويدير التحليلات، علاش انا كيقول لي ولدي والعائله كيطيح بيا كيقول لهم ماشي ولدي؟ الا كنت شي جمعيه ولا شي محامي ولا شي حاجه بغى يساعدني، انا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب عين المساعده ديال يوقفوا معايا في هذا المشكل هذا. النما ديالي 07 23 20 94 68.